مساء الخير واهلا بيكم معانا وحلقه جديده ويوم جديد من برنامج بتوقيت القاهره كما جرت العاده في تمام الثامنه مساء اول الاسبوع السبت. كل المطلوب مننا جميعا هو الوقوف دائما على موقف ثابت في وقت الاحداث الكبرى. تاني المطلوب مننا جميعا مساله المبدأ ليس إلا، احنا ما بنقولش أي حاجة، بنقول عايز تعارض عارض، عايز تختلف اختلف، وكل حاجة وليها تمن، مش دي المسألة برضو على الإطلاق، كل حاجة وليها تمن، وأحيانا بيبقى التمن فادح، لكن في الأحداث الكبرى الكل يقف على نفس الجبهة، ده اللي أعرفه، لو عندك مفهوم تاني قولي، لو أنت مش مستشعر خطر على هذا الوطن قولي، هتيجي تقولي أنا أيضا أستشعر الخطر من هذه الحكومة، من هذا الأداء ومن السياسة ومن كويس، أيهما أكثر خطورة؟ الإرهاب ولا الأخطاء السياسية؟ بس أنت بقى حط أولوياتك، مش حد هيملي عليك أجندة أولويات، حط أولوياتك وأنت بتحكم عقلك وبتفكر بمنطق ليس إلا. للأسف الشديد وكعادة الإرهاب، وتاني وأنا بتكلم بشيء من الثبات، اعلم جيدا انه للاسف الشديد الارهاب هيفضل مستمر لفتره ليست بالقصيره وبوضع ليس باليسير ولا السهل على الاطلاق. في يوم الجمعه، يوم من الايام المباركه لدى المسلمين، ايه اللي بيصح اللي بيحصل؟ بتصحى الصبح للاسف الشديد على خبر عمليه ارهابيه يعتلي فيها جنودنا وضباطنا اعلى درجات الشهاده. امبارح استشهد 5 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي على كمين في البدرشين. متوقع أنه ده يحصل، مش بسكلم هنا على البدرشين تحديدا، متوقع أنه ده يحصل أكيد. هو الإرهاب بيخلص ما بين عشية وضحاها؟ لا، قبلها بأسبوع للأسف الشديد كان في الحادث الشهير بتاع شمال سيناء، واللي يبدو أنه قد يرى البعض ذلك أنه تشديد الخناق على الممول الإرهابي أو أحد الممولين الأساسيين للإرهاب في المنطقة كواحدة من أهم الممولين زي دولة قطر وهناك دول أخرى بالقطع، مع تشديد الخناق كيفما يرى بعض المحللين هو السبب وراء تصاعد وتواتر عمليات إرهابية داخل جمهورية مصر العربية. عموما يبدو جليا يا سادة أنه خطر إرهاب، سواء تسميها بقى داعش، تسميها القاعدة، تسميها الجن الأزرق، هي في النهاية تنظيمات إرهابية. كويس؟ قد يكون في طريقها للانسحاب، ولكن الانسحاب بيبقى انسحاب تدريجي وبيتطلب مننا مواجهات كثيرة، زي ما في مواجهة على الصعيد الأمني لازم يبقى في مواجهة على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد التعليم وعلى صعيد تثقيف هذا المجتمع وتوعيته وهكذا. حصل دحر للإرهاب على سبيل المثال في موصل العراق، حصل دحر للإرهاب في ليبيا، حصل دحر للإرهاب في مناطق واسعة من سوريا، لكن خلونا نحاول نشرح الموقف ونفهم تبعات ما يحدث ونفهم سيناريوهات ماذا بعد. معانا داخل الاستوديو شرفنا وينورنا الكاتب والمفكر والخبير بالحركات الإسلامية هذا الرجل المحترم أستاذ ثروة الخرباوي، منورنا. إزاي الصحة؟ أهلا أستاذ يوسف. كله تمام الحمد لله. الحمد لله بخير. هبدأ الأول بمسألة السياسة، دايما فيها اختلاف وفيها اختلاف ايديولوجي وفيها اختلاف في مواقف وفيها وفيها وفيها، لكن في أحداث كبرى دائما مش مفترض إن احنا بنختلف عليها على الإطلاق. مصر في 56 مش مفترض الناس تختلف، مصر في 67 مش مفترض الناس تختلف، مصر في 73 مش مفترض الناس تختلف، مصر حتى في ظل معارضتنا لنظام حسني مبارك في مثلا في أواخر الثمانينيات وفي التسعينيات وحتى ثورة يناير، في النهاية نحن نعارض هذا النظام، لكن مش مفترض أبدا إن احنا لما نلاقي أحداث مهمة وجللة نقول بس أصل في كذا وكذا وكذا ونحن مختلفين سياسيا مع السلطة أو الحكومة أو النظام إلى آخره. ليه أستاذ ثروت ككاتب ومفكر ومحلل بلاقي أنه الاختلاف الأيديولوجي والاختلاف السياسي بيخلينا نشكك في حجم خطورة الإرهاب على هذا الوطن؟ هو الحقيقة الكلام اللي أنت بتقوله كلام رائع جدا، مفاهيم المفروض تبقى مستقرة في قلوب وعقول كل المصريين المفروض. يعني أنا من الممكن أكون مختلف معاك سياسيا في رؤى سياسية، وأنت أكيد ممكن تكون مختلف معايا في رؤى سياسية، ولكننا نتفق على الوطن. ما نختلفش في الوطن، نختلف في أي شيء آخر ولكننا ينبغي أن نتفق في الوطن. أنا ممكن أعارض نظام، ممكن أعارض رئيس، ممكن أعارض حكومة، لكن مش ممكن أعارض وطن. أعارض الوطن إزاي؟ ده الوطن ده بتاعي،
ده الوطن ده اللي بيحتويني، ده الوطن ده اللي أنا منه، ده الوطن ده اللي أنا جزء منه، اللي في يوم من الأيام سأدفن فيه، هيكون جسدي جزء من ترابه، جزء من طينته. وآباء وأجداد سابقين ها هنا وارى أبي جسده، وأنا من بعده سأواري جسدي في داخل هذه التربة الطيبة الطاهرة اللي معجونة بمية النيل، النيل ده اللي هو صنع حضارة مصر كلها. لكن في مفاهيم غريبة دخلت علينا، المفاهيم دي قالت لناس لا، التراب ده مش وطن، الأرض ده مش وطن، اللي احنا أول دولة في التاريخ، لا ده مش وطن، الوطن في السماء، الوطن في العقيدة. وكأن العقيدة أصبحت منافس والإسلام أصبح منافس للوطن، ودخلتنا الاثنين ماراثون، مين فينا اللي هيفوز بالميدالية الذهبية، الإسلام ولا الوطن؟ مع أنه لا تعارض على الإطلاق ما بين أن أكون مؤمن بعقيدة دينية وفي ذات الوقت أنتمي إلى وطن، لا تعارض على الإطلاق، ولم يقل أحد ذلك. لكن دي مفاهيم صغيرة تسربت ودخلت في نفوس كثير من الشباب جيل بعد جيل، فضلوا يورثوا المفهوم ده ويقولوا إيه الوطن ده، ليست له أي قيمة، إنما الوطن هو في السماء. لقد كان هارون الرشيد يجلس فيرى السحابة تسير في السماء فيقول اذهبي إلى أي مكان فأينما ذهبت سيأتيني حصادك. فالكلام دوت معناه أنه ده الوطن ده لازم يكون ممتد، الوطن ده هو العالم كله، لا مش العالم كله، الوطن ده هو المكان ده اللي أنا انتميت إليه، اللي فيه الناس الطيبين، اللي فيه ذكرياتي، اللي فيه حياتي كلها. لكن المفاهيم المنحرفة دي، وده مفهوم من المفاهيم المنحرفة التي يجب أن يقوم المجتمع كله بتفكيكها، في مفاهيم وفي قانون للإرهاب. قانون الإرهاب يقوم على عدة محاور، المحاور دي جاية من عقيدة مغلوطة غير صحيحة، عقيدة دينية مشوهة ليست هي الإسلام على الإطلاق، ليست هي دين الإسلام الصحيح الوسط المعتدل. إحنا كمصريين قرينا الإسلام قراءة خاصة بينا، وفضلنا على القراءة الخاصة بينا دي، قراءة طيبة وسطية ومعتدلة، قراءة يعني تجعل المصري يستغرق في العبادة، إلا أنه في ذات الوقت ما يحرمش الفن ولا الموسيقى ولا المسرح ولا الغنى. من زمان، من أيام ما كان الراوي يقعد على البقاهي وينشد ويقول وفق للفنون التي كانت متاحة في أزمنة سابقة، كان الواحد لا يجد غضاضة أبدا من أن هو يروح عن نفسه، أن هو يقدم لأمته في مجالات مختلفة وفي ذات الوقت يتعبد لله. هذا الدين لم يكن أبدا ناهيا عن أن احنا نعمر الأرض، بل نعمر أنفسنا. يجب، لما ربنا قال لنا في القرآن هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أقرأ أستاذ يوسف في كتب التفاسير فأجد أنها تتحدث عن أن الإنسان مأمور بتعمير الأرض. لا، ليس هذا هو المعنى المستفاد من الآية، المعنى المستفاد هو أنشأكم من الأرض واستعمركم، أنتم موضوع التعمير واستعمركم فيها. إنما لو أراد الله أن تكون الأرض هي الهدف، الإنسان هو الهدف مش الأرض، لو أراد أن تكون الأرض هي المستهدف من وجود الإنسان عليها لقال هو أنشأكم من الأرض واستعمرها بكم، استعمرها هي. إنما احنا موضوع التعمير مش الأرض، وبالتالي إذا عمرنا أنفسنا بالقيم الإنسانية العليا، بالحب، بالود، بالتواصل، بالتواصل الإنساني ما بين حضارة وحضارة، ما بين كيان وكيان، ليس هناك ولا ينبغي أن يكون هناك صراع حضارات أبدا، لكن ينبغي أن يكون هناك تواصل ما بين الثقافات، تواصل ما بين الثقافات عشان تكون في حضارة إنسانية واحدة. طيب أنا دايما بيجي على ذهني، في يمكن في بداية ما اتشرفت بمعرفة حضرتك وعملنا مع بعض كذا حلقة من زمان، يمكن من حوالي 4 أو 5 سنين، وحضرتك كانت
كتبت على تجربتك الحركية داخل تنظيم الإخوان، وكتبت على مذكراتك وشهادات شاهد عيان وما إلى ذلك. الحالة الفاصلة اللي بتفصل ما بين انتمائي التنظيمي والعقائدي والفكري، وبعدين لأ هناك أمور كثيرة تتكشف فأنا أنحاز للوطن وأبتعد عن التنظيم، في نفس الوقت أنا بيبقى في قدامي شبان كتير أقدر أصفهم بأريحية ومن قلبي أكيد هم عيال زي الورد لسبب أو لآخر تم تجنيدهم داخل هذا التنظيم أو غيره، وفي الآخر خالص العيال دي هي اللي بتقتل الناس في البدرشين، العيال دي هي اللي بتقتل الناس في سيناء، العيال دي هي اللي بتقتل الناس كانت في المنيا، الناس العيال دي هي اللي طلعت بعضهم لحد سوريا، بعضهم لحد العراق، بعضهم لحد ليبيا. هل العيال دي مقطوع فيها الأمل؟ ولا إنه وارد إن هم يقفوا مرة على خط فاصل إما هذا التنظيم أو الوطن الأم؟ هذا التنظيم قد يكون فيه شر، هذا التنظيم فيه ظلم، هذا التنظيم فيه دم. الدافع أو طريقة التفكير أو الفلسفة اللي دفعت بالأستاذ ثروت الخرباوي وغيره من قيادات التنظيم للخروج والابتعاد عنه بل وكشف حقيقته بتتم إزاي؟ العيال فقدنا فيها الأمل وفقدنا في أجيال كتير ممكن بعد كده كمان تتجند. بص، لا ينبغي أبدا أن نفقد الأمل. أنا واحد من الناس عشت فترة في جماعة الإخوان، ولكن في لحظة حاسمة فيصلية بالنسبة لي عندما وجدت أن هناك داخل هذا الكيان عمل مفضلة ما بين التنظيم والوطن، وأن التنظيم هو أولى من الوطن، ودارت حوارات كثيرة بيني وبين آخرين قلت فيها إن التنظيم المفروض أنه في الوطن وأنه يعمل لصالح الوطن، ولكن كانت الآراء الإخوانية القيادات العليا لا، التنظيم هو أعلى من الوطن، والوطن ما هو إلا مجرد إمارة نستطيع من خلالها الوصول إلى تحقيق أهداف التنظيم، الأهداف العليا للتنظيم. لذلك وجدت أنه لا يمكن أبدا، وأنا الذي أنتمي إلى هذا الوطن لا يمكن أبدا أن أنتمي إلى تنظيم يعارض الوطن. أنا ممكن أختلف مع واحد، لكن لا يمكن أبدا أن أنا أقول أن أنا مختلف معاه إذا كان الخلاف حول الوطن. هيكون هنا في خصومة وليس في خلاف. طيب أنا هستأذن، عايزين نروح بسرعة ننتقل على الهواء مباشرة من جدة بالمملكة العربية السعودية، مؤتمر صحفي يجمع ما بين وزيري الخارجية، وزير الخارجية السعودي وزير الخارجية الفرنسي. ننتقل إلى هذا المؤتمر ثم نعود مرة أخرى للمناقشة مع الأستاذ ثروت الخرباوي، انتظرونا. في وقت تشهد فيه المنطقة رغبة لتعزيز استقرارها ومواجهة التحديات الأمنية كما تعرفون، فإن رئيس الجمهورية وأنا شخصيا على اتصال مستمر مع إجمالي الأطراف ذات العلاقة، ونحن مجندون من أجل دعوتي للحوار، ونحن نتمنى توجيه رسالة حوار وتهدئة. نشعر بقلق من الأزمة التي نشهدها حاليا في الخليج، من قلق لآثار هذه الأزمة على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي، في وقت يتعين فيه على المنطقة أن تعمل لتبني تماسكها لمواجهة التهديدات المحيطة بأمنها. رئيس الجمهورية الفرنسية وأنا على اتصال بجميع الأطراف، ونوجه نداءات للحوار، فنحن نريد أن نوجه رسالة من أجل التهدئة وللتشاور لحل هذه الأزمة. La position de la France tient en cinq points. Premièrement, nous souhaitons un engagement déterminé de tous contre le terrorisme, contre les soutiens du terrorisme, contre les financements du terrorisme. Et dans cette perspective, il importe que le Conseil de coopération du Golfe soit uni pour demeurer un rempart contre l'instabilité. موقف فرنسا يمكن أن يلخص في نقاط ثلاثة: أولاً الالتزام الحازم من الجميع ضد الإرهاب،
وضد من يدعم الإرهاب وضد من يمول الإرهاب. وبالتالي من الأهمية بمكان أن تبقى دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ليبقى المجلس سدا منيعا في وجه الإرهابيين. بالنسبة لهذه النقطة الأولى، نعبر عن أملنا في أن تسمح هذه الأزمة بدعم كل آليات مكافحة الإرهاب، ولا سيما تحسين آليات مكافحة تمويل الإرهاب ونشر الفكر المتطرف. من أجل تحقيق هذا الهدف، فإن المملكة العربية السعودية دورها لا يمكن الاستغناء عنه، وأحيي هنا الجهود المتنامية التي تبذلها المملكة العربية السعودية لاجتثاث هذه الآفة. والسلطات السعودية قد أظهرت دورا قياديا من خلال التحالف الإسلامي العسكري، وأخيرا ومؤخرا من خلال إنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف. وجوابنا للإرهاب يجب أن يكون عالميا ومشتركا، وهذا شرط لنجاحنا المشترك ضد هذه الآفة. نحن نأمل أن هذه الأزمة سوف تسمح بتعزيز كافة الآليات لمكافحة الإرهاب، وخاصة نشر الإرهاب ونشر الفكر الجهادية. ونود هنا أن نحيي تجنيد جهود المملكة العربية السعودية، وهذا أمر لا بد منه. وبالتالي أود أن أحيي الجهود السعودية لاستئصال هذه الآفة. المملكة العربية السعودية بيّنت عن قدراتها وكفاءاتها القيادية في هذا التحالف العسكري لمكافحة الإرهاب، وكذلك في إنشاء المركز العالمي لمكافحة الإرهاب. أعتقد أن جوابنا يجب أن يكون شاملاً، ويجب أن يكون جواباً مشتركاً إذا أردنا أن نحقق النصر الجماعي على هذه الآفة. إن تسوية هذه الأزمة يجب أن تتم بين دول الخليج. يجب أن يتم فيما بين دول الخليج. وهذا ما يجر الحديث أننا نشجع الوساطة الكويتية. وهذه هي النقطة الثانية على دعم المبادرة الكويتية. لقد استقبلت في باريس المبعوث الذي كلفه أمير الكويت بهذا الملف، وأود أن أوضح هنا أن فرنسا لا تريد أن تخلف الوسيط، وإنما تلعب دورا ميسرا من أجل ذلك. هذه الوساطة الكويتية، وهناك نقطة لابد من توضيحها، وهي أن فرنسا لا تريد أن تحل محل أحد. نحن فقط نطمح إلى أن نكون ميسرا في هذه العملية. فرنسا ترغب في أن تكون ميسرا من خلال ضم جهودها لجهود دول أخرى تشعر أيضا بالقلق المساهمة وتوفير دعمها للوساطة الكويتية. وأفكر هنا بالمبادرات خاصة التي قام بها الوزير تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، والتي جاءت في وقتها. فرنسا إذا تريد أن تكون ميسرا وأن تضيف جهودها إلى جهود الدول الأخرى التي مثلنا تشعر بالقلق وتريد دعم الوساطة الكويتية. وأود أن أشير على وجه الخصوص إلى مبادرة وزير الخارجية الأمريكي السيد ريكس تيلرسون، والتي تبدو لنا مناسبة. رابعا، نحن ندفع باتجاه خفض التوتر من أجل إيجاد ظروف للحوار وتبني إجراءات بناء ثقة تدريجية من أجل فتح المجال للتشاور. الرابعة، نحن ننادي بضرورة تخفيف حدة التوتر، وهذا شرط لإعادة الحوار وإعادة بناء الثقة. أخيرا وخامسا، نحن نطلب لا تؤدي الإجراءات المتخذة إلى إلحاق الأذى بالسكان المدنيين التي تم تبنيها أيا كانت على السكان المدنيين بأي شكل من الأشكال. وخارج هذه النقطة التي كانت نقطة أساسية في مباحثاتنا،
تشرفت بمقابلة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. النقطة التي شكلت أو أخذت حيزا هاما من محادثاتنا، تشرفت إذ استقبلني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأعتقد أن يستطيع أن أقول أننا قررنا إطلاق وبقوة التعاون الفرنسي السعودي، التعاون الثنائي بين البلدين. نعيد إطلاق عجلة التعاون الثنائي qui existait mais qui n'était pas suffisamment activé pour faire un point sur l'ensemble des programmes de coopération bilatérale que nous avons, que ce soit dans le domaine de la défense, que ce soit dans le domaine de l'énergie, que ce soit dans le domaine de la culture, que ce soit dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'éducation. Bref, l'ensemble des sujets fera l'objet d'un point annuel dans le cadre de cette commission qui se réunira une année à Paris, une année en Arabie Saoudite. ولهذا قررنا قبل نهاية عام 2017 أن نعقد اجتماعاً للجنة الثنائية المشتركة. هذه لجنة كانت موجودة في الماضي ولكنها لم تكن مفعلة ولم تكن نشطة حقاً، ونريد أن نستعرض في إطار هذه اللجنة مختلف البرامج ونضع حصيلة لما آلت إليه المواضيع التي نبحثها معاً في مجالات متعددة: الدفاع، الطاقة، الثقافة، البنى التحتية، التعليم إلى آخره. ونريد إذن أن نضع حصيلة سنوية في اجتماعات سنوية تنعقد مرة في باريس ومرة في الرياض. Cette relance souhaitée par le président Emmanuel Macron. Il s'était d'ailleurs entretenu de ce sujet avec Sa Majesté le roi Salman. Cette relance est parfaitement cohérente avec la vision 2030 qui, elle, offre des opportunités nouvelles pour créer des synergies supplémentaires entre nos deux pays. وهذه الانطلاقة الجديدة للجنة الثنائية المشتركة ما يتمناه رئيس الجمهورية الفرنسية الجديد إيمانويل ماكرون، ولقد تحدث عن هذا الموضوع مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكل هذا يتماشى ورؤية 2030، وهذه فرص جديدة لخلق تفاعلات ومجالات تكامل جديدة في العلاقة الثنائية. Nous avons également évoqué les évolutions de la situation régionale et internationale. Abdel Joubert en a fait état dans son intervention. Nous avons, sur la plus grande partie des sujets, une large convergence de vues. Ce constat s'est vérifié sur la Syrie, sur l'Irak, sur le processus de paix au Proche-Orient ou encore sur le Yémen, où il est essentiel de parvenir à un règlement rapide du conflit et à l'amélioration des conditions humanitaires des populations qui sont souvent dans la détresse. ولقد تطرقنا كذلك إلى تطور الأوضاع أو الوضع الإقليمي والوضع الدولي كما قال عادل الجبير، ولاحظنا أن هناك التقاء كبير في وجهات النظر إن كان في المواضيع الموضوع سوريا أو العراق أو عملية السلام في الشرق الأوسط أو اليمن. وبالنسبة للحل اليمن للوضع في اليمن عفوا، لابد من الوصول إلى حل سريع وذلك لمداواة الوضع الإنساني المزري في كثير من أنحاء اليمن. En tout cas, je me réjouis de la qualité et de la franchise de nos échanges, signe d'une amitié profonde qui ne peut que se poursuivre et se renforcer. وأخيرا أود أن أعبر عن مدى سعادتي بهذا المستوى المتميز والصراحة التي اتسمت بها مبادلاتنا والتي هي نتيجة الصداقة العميقة القائمة بيننا. طيب، ده طبعا كان المؤتمر الصحفي الذي عقد في جدة المملكة العربية السعودية بين وزير الخارجية الفرنسي لوديان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير. بعود مرة تانية إلى برنامجنا والأستاذ طلوة الخرباوي الكاتب والمفكر والخبير بالحركات الإسلامية، وكنا بنتكلم على مسألة هذه الحركات الإسلامية. بس يمكن هذا المؤتمر بالنسبة لي لورديان قال ثلاث جمل كانت مهمة جدا. الأولى كانت عندنا قلق من الأزمة الخليجية وده على خلفية تمويل قطر للإرهاب وما إلى ذلك. الجملة الثانية نعمل على تخفيف
حدة التوتر، ثلاثة عدم الإضرار بالسكان المدنيين. أظن أنه على ما يبدو الأوروبيين أو الغرب بشكل عام إما أنه مش مستوعب خطورة ما تفعله قطر، أو يريد غض الطرف عن شيء ما مما تفعله قطر نظرا إلى علاقات بزنس أيا كان. ولا هو تخفيف حدة التوتر، أنا استعجبت وهو بيقول يعني هنعمل إيه عشان نخفف حدة التوتر، ومين المطلوب أن يبدأ بعمل ما ليخفف من حدة التوتر، وهل الموجود توتر في العلاقات ولا اللي موجود مسائل فيصلية فارقة ينبغي أن يقف كل واحد على ما يفعل. قطر ينبغي أن يعلم العالم كله أنها أصبحت واضحة تماما لا تخفي شيئا. قطر بتمول إرهاب، العمليات التي تتم في الوطن كله دلوقتي بتحصل بتمويل من قطر، الاتفاق ما بين قطر وإيران والعمليات اللي بتتم في القطيف في شرق المملكة العربية السعودية دي بتنسيق كامل ما بين قطر وما بين إيران. قطر هي اللاعب الرئيسي في المنطقة لدعم الإرهاب، ما الأسباب التي أدت إلى أن تقوم قطر بهذا الأمر؟ هل نظن أنه المخابرات الفرنسية لم تصل إلى أخبار محددة ووثائق واضحة تماما بتقول أن قطر لها دور وتدي الوزير الخارجية الفرنسي المعلومات بتاعته، ولا مسألة التعبيرات الدبلوماسية هي التي استحوذت عليه في هذا الأمر؟ أنا أعتقد أنه المسألة هو الراجل ما يقال في الغرف المغلقة شيء وما يقال للجمهور علنيا أمر آخر مختلف، اللي بيقال علنيا بتراعى فيه الدبلوماسية تماما، والدبلوماسية الفرنسية معروفة أنها دبلوماسية رشيقة رقيقة لا تجرح أحد أبدا، لذلك ده غير الدبلوماسية الروسية بتبقى لها مواقف واضحة من أيام خروشوف، مكان يقلع الحذاء بتاعه ويحطه في مجلس الأمن في الأمم المتحدة على المائدة، في حدة في الخطاب ده برضو على خلاف الخطاب الألماني، لكن الخطاب الفرنسي خطاب رقيق، الخطاب الإنجليزي يوديك البحر ويرجعك وترجع عطشان ومشربتش وما تعرفش حاجة انت هو في ايه بالظبط. فكل واحد بيعبر عن مدرسته وده بينتمي الى المدرسة الفرنسية. لكن الجملة الثالثة بتاعت عدم الاضرار بالسكان المدنيين، لانه متصور انه من الممكن ان تقوم حرب او منازعات يعني عسكرية فتؤدي الى الاضرار بالمدنيين، او انه العزل العربي لقطر واصل للاوروبيين بالمفهوم القطري، الحصار على قطر، السكان في قطر يعانون، هناك مشاكل في كذا. يعني هم حتى اتكلموا وزير خارجيتهم قال احنا عندنا مشاكل مع 13,000 مدني حتى الان متضررين من هذا الحصار طبقا لمنطوقه. فعلى ما يبدو انه الجمل القطرية واصلة الى الذهن الاوروبي وانه جملنا مش واصلة بما يكفي. هو زي بالضبط مسألة الحصار على مثلا غزة من إسرائيل، هم متصورين أن الحصار ده يعني ترتب عليه قطع الغذاء وقطع الأدوية وقطع كل شيء، اللي في الوقت نفسه بتيجي الأسلحة الأمريكية وبتيجي القوات التركية يعني في وبتيجي الإمدادات الإيرانية، المسألة مفتوحة. لكن هل هم متصورين فعلا ده؟ وأن الخطاب الإعلامي لقطر لقناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية، ما عرفش إذا كان في منها ناطق بالفرنسية ولا لا، لكن قد يكون الخطاب ده للاحترافية القديمة له ما زال له أثر في أوروبا كبير، فيعتقدون الساسة أنه في أضرار بتصيب المدنيين، فبيقولوا بشرط ألا تؤدي هذه المقاطعة إلى الإضرار بالمدنيين. طيب وأنا بعود لقلب الموضوع بتاعنا ألا وهو الإرهاب على الأقل في مصر، والإرهاب بمفهوم أو بالأصح في نطاق أوسع الإرهاب في المنطقة. حتى الآن نقوم بما يطلق عليه الحرب الأمنية أو المواجهة الأمنية لهذه التنظيمات، وعندي دول في المنطقة تمول هذه التنظيمات زي قطر على سبيل المثال، وهي منبع كبير من منابع التمويل، وتقوم أيضا بحماية الإرهابيين سواء إذا كانوا شخصيات
رفيعة، لو صح التعبير كلمة رفيعة دي، من القاعدة أو من داعش أو من تنظيم الإخوان أو غيرهم موجودين داخل قطر تحت الحماية وممولين من قطر أيضا، وبالتالي يذهبون كسفراء وسماسرة في العالم ينقلون الأموال والأفكار. بس أنا كمان مشغول بالحرب الفكرية، مشغول بمؤلفات ومقالات، مشغول بمناهج تعليم، مشغول بخطاب مؤسسات زي الأزهر وغيره في المنطقة العربية، مشغول بكل هذه الأمور مش بس بالمساجد. أيهما يسبق الآخر؟ ده واحد. اتنين، هل أنا أنفخ القربة من هذه الناحية فتخر من ناحية أخرى؟ يعني أنا مش عارف. القربة مقطوعة. لا، هو أنا عايز أقول لك حاجة، ده مرتبط الكلام اللي أنت قلته دلوقتي بالسؤال اللي أنت بدأته قبل أن ندخل إلى المؤتمر بتاع وزراء خارجية فرنسا والسعودية. هو في أمل أن احنا ننقذ ولادنا اللي هم وقعوا في دائرة الإرهاب، اللي هو الثعبان المقدس ده اللي بيظهر بصورة الثعبان المقدس ويلتهم ولادنا يكلهم ويضمهم ليه ويقول لهم اصل انا ثعبان مقدس، لما هتكونوا جزء مني هتكونوا مقدسين انتوا كمان. فهذا الامر يعني لا، انا شايف فيه امل كبير جدا في انقاذ الابناء حتى الذين دخلوا في دائرة الاجرام. ازاي؟ الذي ارتكب جريمة فيطبق عليه العقاب، لكن في ذات الوقت هؤلاء لا يجب أبدا أن نتركهم هكذا بلا مواجهة فكرية. الكلام اللي انت قلته في سؤالك دلوقتي عن المواجهة الفكرية، نحن إلى الآن لم نتحرك كدولة بمؤسساتها الرسمية ومؤسساتها المدنية لمواجهة الإرهاب. أنا باعتباري نائب رئيس حزب المحافظين، هو من الأحزاب، وأنا آليت على نفسي داخل هذا الحزب أن أقوم بدور كبير وأن أسخر كل إمكانيات الحزب في أنه يواجه المنظومة الفكرية ويفكك المنظومة الفكرية للخطاب المتطرف، لخطاب الإرهاب. وعقدنا لذلك عدة مؤتمرات هنا وهنا وهنا، ولكن أين باقي الأحزاب؟ جهد قليل قوي، مش ممكن يجيب حزب نتيجة. من 105 حزب. فين باقي الأحزاب؟ ده غير مؤسسات الخطاب الدولة. الذي هو قائم من الأحزاب كله خطاب سياسي، كله يتكلم عن الاقتصاد، كله يتكلم عن ارتفاع الأسعار، كله يتكلم عن البنزين، كله يتكلم عن كذا وكذا وكذا. نختلف ونعادي وندخل في صراعات مختلفة، مجموعة من الأحزاب تدخل في صراعات، ده اللي يقول إنه تيران وصنافير مصرية، وده يقول تيران وصنافير سعودية، وينقسم الوطن كله حول هذا الأمر، وتقوم خلافات تقسم الأسرة الواحدة. لما شوف الأحزاب كلها انشغلت بهذه الأمور ولم تنشغل بالقضية الرئيسية، القضية الأم، القضية التي تهدد بقاء الوطن، مش بتهدد تيران ولا صنافير ولا جزيرة كذا ولا لا، دي بتهدد الوطن كله. يعني من الممكن أن نستيقظ ذات يوم فلا نجد الوطن كله تحت أقدامنا. فالمفروض القضية دي هي اللي تأخذ الاهتمام الأكبر لكل الأحزاب. ثم أين الجمعيات المدنية؟ أنا شايف في جمعيات في الخير وجمعيات في كذا وجمعيات في كذا توصل مجموعة من الأموال للفقراء، أو توصل يعني أبقار هنا، أو تدخل في ده كويس وده شيء طيب، لكن فين؟ إزاي ندخل للريف اللي أنتم بتدخلوا ليه أيتها الجمعيات الخيرية عشان نكلمهم في خطاب ديني معتدل، وما نخليش السلفيين والخطاب السلفي والخطاب المتطرف لجماعات الإسلام السياسي يدخل إلى تلك القرى؟ هم يدخلون ونحن لا نستطيع دخول. ريف وحضر يا استاذ ثروت اظن، ومتعلم وغير متعلم، يعني ما احنا بقينا بنشوف ناس مؤمنه بهذا الخطاب المتطرف والمتشدد والارهابي والدموي وهو خريج جامعات او خريجين جامعات، وخريجين بعضهم في جامعات غاليه جدا، وبعضهم خريجين جامعات من بلاد بره كمان. يعني اللي هو مش ممكن، المساله مش مقصوره على فقراء ومش مقصوره على ناس لم تحصل على قسط وفر من التعليم، في علم تعليمها كويس قوي وبرضه متبني نفس الافكار ومتبني نفس التطرف. انا عايز نكمل هذا النقاش، بس انا عايز استاذن في ان احنا نروح على تقرير اعتقد ان هو مهم، يا ريت حضرتك برضه تشوفه معانا. هذا التقرير بنتكلم فيه على ازاي قطر كانت
ولا تزال حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي داعمة للإرهاب وداعمة للجماعات الإرهابية، سواء إذا كانت جماعة الإخوان أو تنظيم القاعدة أو حتى داعش إن أردت يعني، وتتأكد من هذا التقرير. وإزاي خالفت تعهداتها لدول الخليج سواء إذا كان في نوفمبر 2013 أو في اجتماع 2014، وما وقع عليه الأمير القطري الحالي الأمير تميم بن حمد بن خليفة الثاني بالمناسبة يعني في الوثائق السرية واللي كشفتها بالأساس CNN، وتعهدت فيها قطر بعدم تمويل الجماعات الإرهابية، بعدم استضافتها، بعدم إعطائها مساحة في الإعلام. إزاي بتحاول قطر أن تلعب على وتر زعزعة الاستقرار الداخلي والتدخل في شؤون الدول؟ نشوف ونرجع نكمل الكلام مع الأستاذ ثروة الخرباوي، استنونا بعد إذنكم. Qatar has now in the lead supporting Al-Qaeda and Al-Qaeda-related groups. Saudi Arabia and the United Arab Emirates leading a group of seven nations severing ties with Qatar. CNN has exclusively obtained copies of secret agreements among Gulf nations that may explain how the nations in that part of the world got to where they are right now. Qatar made a series of secret agreements with its Gulf neighbors in 2013 and 2014, barring support for opposition and hostile groups in those nations, as well as in Egypt and Yemen, the first of which was handwritten, signed by the King of Saudi Arabia, the Emir of Qatar, and the Emir of Kuwait. A second agreement, dated in 2014, headlined Top Secret, adds the King of Bahrain, the Crown Prince of Abu Dhabi, and the Prime Minister of the UAE. Now, the Gulf countries have accused Qatar of not complying with the two agreements, which helps explain what sparked the worst diplomatic crisis in the Middle East, really, in decades. Investigating and working on the case of a particularly important individual, his name is Dr. Mahmoud Al-Jaida. He's a Qatari national who's been detained and held without charge or trial. Visit to or a transit visit through the Emirates, he was detained and has been held there in a secret location. He told us some people came to me, they didn't even show an ID. Who are they? احترم الشيخ القرضاوي وان كنت لا اعرفه شخصيا. كل يحترم الشيخ القرضاوي بالضبط. نعم. هاي وهذا منهج الاعتدال عادة يعني. أو يعني. هذه أنا ظني الأصل في هذه الأمور إنها لا تجوز إلا بتدبير جماعي. هذا لابد أن الجماعة هي التي ترى أنها في حاجة إلى هذا الأمر. إذا الجماعة رأت أنها في حاجة إلى من يفجر نفسه في الآخرين ويعني يكون هذا أمرا مطلوبا. He said, I believe in murdering Americans in Iraq. اللهم عليك بالأمريكيين المعتدين، اللهم عليك بالوثنيين المتعصبين. I am not a fan of the Muslim Brotherhood, and so I do think that they are more problematic in the area than helpful. منظمة الكرامة أسست في تقريبا 2003، فأخذ يعني الأخوة على عاتقهم قضية تصبح الكرامة هي الأداة أو يعني الجهة التي تتعامل مع آليات الأمم المتحدة. It's no secret the government allows people like Ali Al-Nuaimi to live freely in Qatar. Nuaimi was the president of the Qatar Soccer Association. The United States Treasury designated him a terrorist last year, saying he raised millions to fund terror. The
But you're part of this cycle of violence. You've supported jihad, you supported suicide bombers, your organization has close association with all manner of extremist groups. Is it Tahrir, for example, which is one of the most extremist groups in the country? Which is a non-violent organization. We're not members we're not members of Hizb ut-Tahrir, but we support their right to make their political opinions. What do you deny it's an extremist organization? Yeah, I would say it's not an extremist. Right, well, that, your organization is very close to a senior al-Qaeda terrorist in charge, Anwar al-Awlaki. You've been part of all that. All of the people that we represent. You called him an inspiration. And at one time he was. He was a terrorist. Later on in life. العمل خلال مجموعات وأحزاب الإخوان المسلمون حزب التحرير ودخل مجتمع الأمة الذي نمثله وعمل باجتهاده. صدمت بشيء هو أن فكرة القاعدة لا يختلف كثيرا عن فكر الإخوان المسلمين، لا سيما في شعارات الجهاد، الجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. لماذا لم تعلنوا أنفسكم إخوان مسلمين بدل ما تعلنوا أنفسكم قاعدة وتقلبوا الدنيا عليكم؟ قد يتطابق هذا مع الكثير من الأحزاب، ولكن تنظيم القاعدة اهتم بالشيء العملي والجاد. Qatar has been funding. We know that they have done a lot with Hamas as we're dealing with Gaza and some other areas. Qatar, not just Al Jazeera, but Qatar broadly has been supporting the Muslim Brotherhood and, if you will, the most radical elements of Sunni Islam. But it's true. We're standing here outside the Emirati Embassy in London, along with the son of Dr. Mahmoud Al-Jaida. We have made representations and requests to the Emiratis to let us know what's been going on in the case. You are the one who is an ambassador. Each one of you, with your beards, with your thiab, with your looks, with your hijab, with your jibab, with your khimar, with your niqab, you are all ambassadors of this deen. Everything you do, everything you say, every action of yours is either da'wah for Islam or da'wah against Islam. We get to our conclusion until Mazen is released and the brothers in Guantanamo are released. U.S. military assessments of the five senior Taliban leaders made 6 years ago found a high risk to the U.S. if any of them were set free. This Taliban propaganda video claims to show the five men celebrating their freedom shortly after arriving in Qatar. How will they be treated? They will have their freedom to move, you know, to go to malls. If they want to go to movies to watch a movie, they have the right to do that. This practice needs to end now. There is no such thing as a good terrorist group. Stop funding. Stop teaching hate. And stop the killing. For Qatar, we want you back among the unity of responsible nations. كفى دعما للإرهاب، كفى دعما للمحرضين، لكارهي خطاب المحبة والتسامح والتعايش فيما بيننا. كفى أن تكون قطر حاضنة لهؤلاء ومفسدة للفرحة والبسمة والاستقرار في المنطقة. We cannot have a country like Qatar that is an ally militarily and in the GCC and in the Arab League and that hosts an airbase from which planes take off to fight ISIS and Al-Qaeda, and at the same time it turns a blind eye to terror financiers who operate openly in Qatar, turns a blind eye to extremists who advocate suicide bombings and advocate young men going to fight in war zones. We cannot have it both ways, and we're not doing this because we want to hurt Qatar. We're doing this to help Qatar, because it will help Qatar. It will help us, it will help the region, it will help the world. طيب اللي افهمه قطر تعمل اللي تعمله واحنا نبدأ نشتغل على بروتوكولات التعاون كيفما شئنا ايضا لإيقاف قطر عما تفعله، لكن افهم كمان ان احنا يبقى في عندنا دور حقيقي في مواجهة فكرية تجاه هذا الارهاب، سواء اذا كانت بقى قطر بتموله بتحميه بتؤججه ايا كان.
انا المفروض اشتغل ازاي؟ الروشيت تقيل لو صح التعبير. بص حضرتك، الخطاب الديني المنحرف ممكن يتبناه انسان جاهل وممكن لم يتلقى تعليما، ممكن يتلقى انسان تلقى تعليما حتى ولو حصل على الدكتوراه. صحيح. فليس معنى انه في واحد بيتعلم انه يبقى مثقف وعنده قدره على الفرز والاختيار ما بين السيء والجيد. لكن الجهل بيساعد، ما فيش شك على كده، والفقر برضه بيساعد، ما فيش شك على كده، رغم ان في كتير من قادة الارهاب في العالم زي اسامة بن لادن، زي خيرت شاطر، زي غيرهم، دول يعني الواحد معاهم مليارات. لكن برضه ده كله اما يعني هننحي تلك القيادات الثرية جدا جانبا، وهننظر الى الناس اللي احنا مستهدفينهم، الشباب الصغير. لازم يكون في خطاب ديني. اتكلمنا قبل كده والرئيس اعلن عن انشاء مؤسسة تتبناها الدولة، هي المجلس القومي او المجلس الوطني لمكافحة الارهاب. المجلس ده لازم يتحرك، لازم يتشكل، لازم يتحط فيه علماء في علم النفس وفي علم النفس الاجتماعي وفي علوم التربية والتعليم، لأن دي كلها قضايا في الشباب، في الإعلام، في الفنون، في الآداب المختلفة، لأنه كل هذه الأشياء تواجه الإرهاب. الإرهاب يواجه بالفن، يواجه بالأدب، يعني موسيقى، غناء محترم هادف يدخل إلى القلوب ويؤثر فيها، فيلم سينمائي. وإحنا شفنا في مصر إزاي في فترة الستينيات أفلام سينمائية غيرت مفاهيم كثيرة وأحدثت حالة، يعني لما تشوف أفلام زي الزوجة الثانية، لما تشوف أفلام زي مثلا صلاح الدين الأيوبي، لما تشوف وإسلاما، كل الحاجات دي الحقيقة وضعت قيمة رائعة جدا عند المصريين وقتها، كانت أداة من الأدوات اللي استخدمتها الدولة آنذاك لمواجهة الإرهاب، لأن الإرهاب تنقائم برضو وقتها. لكن الفن كان له دور، الثقافة وقصور الثقافة. تعالى ما تكلمني دلوقتي وانت ناصري بتتكلم عن ثروة عكاشة وعمل ايه في وزارة الثقافة وقصور الثقافة والمكتبات العامة التي انتشرت في المجتمع في كل مكان وفي كل قرية وبقت مؤثرة. احنا تربينا على قصور الثقافة دي وتربينا على المكتبات العامة، واثرت فينا واثرت في اجيال كتيرة مننا. علشان كده لما اتخطف حد مننا شوية قدر يرجع تاني، لانه كان عنده قاعدة معلوماتية، فكرية، ثقافية، فنية، أدبية، استطاعت أن تنقذه من دائرة التطرف. العدل الاجتماعي يا أستاذ ثروت ليه دور في مواجهة هذا الإرهاب طبعاً. عندما نشعر طبعاً. بعدل اجتماعي، أخش المستشفى أتعالج بجد طبعاً. أخش المدرسة فعلا أتعلم، أخش الجامعة وأنال ما أستحق من علم وتقدير، أتوظف في الوظيفة اللي أنا صحيح. فعلا مؤهل ليها. صحيح. مأساة من مآسينا التعليم، مأساة من مآسينا الصحة وما يحدث في المستشفيات العامة. يعني دي أمور يجب أن نواجهها بقوة وبشجاعة. يجب أن تكون مشروع بناء الإنسان. نحن الآن نقيم في مصر مشروعات بناء البنيان وشق الطرق وحفر الأنفاق، هذه أشياء رائعة لا شك في ذلك. صحيح. لكن بناء الإنسان نفسه يا أستاذ يوسف إحنا لسه ما بدأناش فيه. التعليم، في وزير تعليم جيد صحيح. قدم أفكار رائعة. التطبيق نحن ننتظر منه التطبيق. قال امهلوني فترة بنمهله، لكن إن شاء الله لازم يكون في نتيجة، وأنا واثق إن هيكون في نتيجة بإذن الله. ثروت نورتنا وشرفتنا كمجرة العادة، نحب دايما نستزيد من وجودك معنا قدر الإمكان على حسب ما يتسع لوقتك. شكرا لكم جدا. هو التعليم والثقافة والفن والأدب وكل الحاجات دي، ده أكيد، والعدل الاجتماعي أكيد. ما تطلبش من واحد بيخش المستشفى لحد بيستقبله عدل، ولا بيبش في وشه كده يبتسم، ولا بيعالجه مظبوط، ولا يروح يقول له روح اشتري من الصيدليه اللي بره، وتطلب منه انه يحب البلد ويهيم في عشقه. العدل الاجتماعي سلاح حقيقي في بناء البني ادم ومحاربه ارهاب. خلصت الحلقه لحد كده. لو كتب لنا ربنا سبحانه وتعالى العمر، نتقابل بكره الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره.